ثانيه. ازيك يا كريم؟ ازيك يا محمد؟ مساء الخير لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. النهارده اكثر تفاؤلا من الاسبوع الماضي ولا الوضع ايه؟ لا، كل ما الوقت بيعدي طبعا بيبقى اكثر تفاؤلا. والاسبوع ده اعتقد يعني اسبوع الاعياد. خلينا يا رب في ان شاء الله نهنئ كل اخواتنا من المسيحيين واهل الانجيل طبعا بالاعياد، وبرضه نقول رمضان كريم لكل المسلمين وكل مصر طيبه. كل ايامنا اعياد والحمد لله. اعتقد الاخبار المبشره اللي احنا دايما بنبدا بس الارقام يا كريم في اليومين اللي فاتوا ما كانتش، ما اعرفش يعني الارقام مش مبشره. لا بص، لا في رقم هو ده اهم واحد، اللي انت بتقدر لحد ما تحصر عدد الاصابات. تمام. خلي بالك برضه يا محمد، تاني الناس بتبص، انت عندك في مصابين كتير لسه ما زالوا في الرعايه، فدول لحد ما في نسبه منهم تتحول للاسف لوفيات، وفي نسبه الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بيشفيها. المهم ان كل الاخبار خلال 48 ساعه الاخيره لحد ما كل الناس بتقول ان الفيروس بيتم احتوائه، في محاوله للسيطره عليه، بدليل ان الارقام زي ما قلنا مثلا الحلقه اللي فاتت، الارقام في ايران بتنزل، ارقام لحد ما الوفيات في ايطاليا واسبانيا والمانيا بتنزل، امريكا هي اللي ما زال الموضوع لا بتلعب في حته لوحدها. العدد كبير. العدد كبير. وحاجه برضه، حاجه ثانيه برضه، نقطه مهمه لازم برضه ان الساده المشاهدين يفهموها كويس. لما بتطلع الدوله تقول مثلا رقم النهارده اكتشفت 1000 حاله او 2000 حاله، ده عشان عدد التحاليل اللي انا عملتها. يعني ممكن النهارده انت ما تعملش تحاليل، يبقى عندك نسبه كبيره جدا بس ما تعملهمش تحاليل. يعني في الاخر هو الفيروس مش فكره ان هو موجود او مش موجود، لا، هو الفكره هو نشط ولا مش نشط، هي دي الخطوره بس. نشط ولا مش نشط. دي النقطه اللي احنا عايزين يبقى الناس واخده بالها منها. فالحمد لله لحد ما الناس بتقول يعني في الايام الاخيره ان بيتم نزول، في هبوط في عدد المصابين، لحد ما ان شاء الله باذن الله خلال الفتره الجايه الدنيا تبقى افضل. وهو ده المؤشر اللي خلى مثلا اتحاد الكوره الالماني بعد التشاور مع مجلس الوزراء في الوزاره في المانيا ان هم حطوا اول ميعاد مبدئي لدوري كوره يرجع من الدوريات الكبيره وهو الدوري الالماني. اول ميعاد مبدئي فعلي يبقى يوم 9 مايو ان شاء الله باذن الله. طيب هنتكلم على التفاصيل دي، لكن عايز ابدا معاك بالمشاهد بقى اللي بيتفرج علينا. سواء ليه علاقه بالرياضه او ملوش علاقه بالرياضه. بيمارس الرياضه كهوايه او بيمارسها كاحتراف. تمام. مبادره مميزه جدا خرجت من جريده او مجله اخبار الرياضه. وليها علاقه بالرياضيين او عدم الناس اللي بتمارس الرياضه كاحتراف. وهي الرياضه في كل بيت بالتقسيط. عارف فكره ان انت قبل ان تصدأ العضلات والمضارب والحديد. يعني انت بتتكلم في العضلات بالنسبه للعيبه اللي بتلعب كره لعبه جماعيه او لعبه فرديه. المضارب اللي هي التنس الارضي وتنس الطاوله. والحديد رفع الاثقال بقى والالعاب اللي هي المختلفه في موضوع الالعاب اللي هي الفرديه اللي بتلعب في البطولات الاولمبيه قدامنا. حتى هو ده الموضوع اللي كان منشور في مجله اخبار الرياضه. وفي اطار عايزين نتكلم على فكره ان هيفيد كل بيت وكل اسره. وكل رياضي في مصر ان الرياضه تبقى موجوده في كل بيت. الخطوه دي ازاي نقدر ننفذها؟ وان عارف انت الادوات اللي بيتم استخدامها في الرياضه يتم انتاجها وصناعتها مثلا من وزاره الانتاج الحربي، ويكون في بروتوكول تعاون مع وزاره الشباب والرياضه عشان الامر ده يكون سهل الوصول اليه لكل بيت. شوف، واحده من الامور اللي اعتقد احنا اتعلمناها في خلال الفتره اللي احنا قعدناها في البيت، يعني ان شاء الله يعني قربت على الانتهاء باذن الله، يعني نتمنى يعني ان شاء الله خلال الفتره الجايه، ان احنا اتعلمنا فعلا قيمه النزول وقيمه ممارسه الرياضه. تمام. فعلا حسينا، عارف ساعات طبعا احنا بنقول ايه، نفسنا في اجازه، نفسنا نقعد في البيت شويه، نفسنا نريح، نفسنا نفصل نفسنا على الحياه. اوكي، بس انت بتبقى محتاج الفتره دي 3 4 ايام اسبوع بتوع المصيف في الصيف وانتهى الموضوع، بعد كده ترجع لحياتك الطبيعيه. طبعا لما الفتره زادت شويه او طولت شويه عندنا بقى فعلا نحس بقيمه الرياضه وقيمه فعلا انت كان عندك بتمارس شيء، حتى يا رب لو كانت مشي، انك بتنزل تتمشى شويه او تجري او تركب عجل او طبعا تلعب العاب فرديه زي التنس او البينج بونج او الراكت. في النهارده في حاجات كتيره جدا. اعتقد بقى السن اللي فوق ال 30 يا محمد، مثلا الجيل بتاعنا ربما ما كانش عندنا الثقافه دي ايام الثمانينات والتسعينات، ما كانش فيه هذا الكم مثلا من المراكز اللي بتخلي الناس الهواه يمارسوا الرياضه حتى لو انت كبير. حقيقي فعلا. واحنا صغيرين ما كانش ده متاح عندنا. صح. كان بس الموضوع احترافي، يعني انت تحترف اللعبه
لا خلاص لو انت عديت سن معين كان اي مدرب يقول لك انا اسف ما عندناش ما فيش ممارسه هو في للرياضه دي دلوقتي. لكن دلوقتي حتى لو انت عديت ال 30 حتى لو انت عديت ال 40 في رياضات كتيره ممكن تمارسها. طبعا النهارده صالات الجيم كتيره جدا بس موجوده في كل شارع. بس حلاوه الفكره دي في ايه؟ ان مش كل الناس بيبقى عندها الوقت او حتى الادوات والتكلفه برضه. التكلفه برضه الحاجات دي برضه مش رخيصه. هي انت عارف العنوان بتاعها الرياضه في كل بيت بالتقسيط. طبعا ايه حلاوتها؟ ان النهارده الفكره ممكن تديك ادوات بسيطه تكلفتها بسيطه جدا وانت بتتحكم في وقتك. يعني انت مثلا لو ماشي مع ترينر خاص او مدرب خاص هيلزمك بمواعيد، هيقول لك اوكي ماشي مفيش مشكله، فاحنا هنتدرب مثلا 3 ايام في الاسبوع في المواعيد كذا وكذا وكذا، فتقول والله اصل شغلي وكذا فخلينا في مواعيد كذا. اوكي في الاخر انت ملتزم، انما انت لما تعمل حاجه في بيتك انت حر يعني براحتك، عايز تمارسها الصبح، عايز تمارس بالليل قبل ما تنام، الادوات ببساطه رخيصه مش زي طبعا انت بتروح بتعمل اشتراك وبتدفع اشتراك شهري في المكان اللي انت بتتمرن فيه، وكمان اللعبه اللي انت بتحبها اكيد برضو هتطلب منك بعض المبالغ، فبالتالي انا بشوف الفكره حلاوتها في حته ايه؟ انها بتخلي طبعا محافظ على صحتك ودي اهم نقطه ان انت ما تبقاش طول اليوم قاعد. احنا برضو خلي بالك دلوقتي مثلا اكيد في اوقات بتعدي علينا ما بنعملش حاجه غير ان احنا ماسكين موبايل ومسترخيين وجنبنا حاجه بناكلها او بيبسي او بتتفرج عليه حاجه بنشربها، فاهم قصدي؟ انت بتعمل كده؟ اكيد كلنا في وقت بيجي لنا بنعمل كده طبعا. فده ببساطه بيخلينا نعمل ايه؟ صحتنا بتبوظ اكتر، الدوره الدمويه في جسمنا مش شغاله، الوزن بيزيد طبعا، كل حاجه فاهم، كل حاجه سيئه هتحصل لك باسلوب الحياه او اللايف ستايل اللي انت عايشه ده. فبالتالي انا بشوف لا طبعا واحده من اهم الحاجات اللي ممكن فعلا نعملها وحاجه حلوه حتى ممكن نتعود عليها لو ان شاء الله لما نرجع حتى حياتنا، ان انت فعلا لو انت اتعودت ودخلت في حياتك اليوميه ان انت بتمارس 30 دقيقه او 45 دقيقه في اليوم في بيتك بتعمل بعض التمارين لوحدك او حتى بتمارس اي نوع من انواع الرياضات، بس اكيد طبعا تتطلب ان انت تلعبها لوحدك. يعني مثلا انا مثلا في فريق رواد البينج بونج في النادي الاهلي، فطبعا ما اقدرش العب بينج بونج لوحدي في البيت اخري، بس ان انا ممكن اتمرن بس تمرينات بسيطه كده انا امشي ايديا، انما طبعا اللعبه نفسها بتحتاج يكون في شخصين بيلعبوها. وانا اقول انت يوم ما عملت الفيديو بتاع ستي ات هوم ليه جبت المضرب والبوينج والبينج بونج؟ انا قلت الناس كلها بتلعب بالكوره. لا انا بحب البينج بونج طبعا، اتشرف ان انا موجود في فريق الرواد في النادي الاهلي، بس طبعا العمليه اللي انا عملتها من شهر 12 بعدتني شويه عن الموضوع. السلام عليكم كريم. بس واحده من اهم الحاجات فعلا انا هنا بكلم مين يا محمد؟ بكلم الاشخاص اللي هم عدوا ال 30 وانت بتمارس الرياضه بشكل محترف. بالظبط. لا انت ممكن على فكره ممكن اي حاجه نفسك وانت صغير تعملها ممكن تعملها دلوقتي، مثلا رياضه زي السباحه مكمله معاك لغايه سن 70 و80 سنه. حقيقي فعلا. بنشوف النهارده في بطولات رسميه للهواه فوق 60 فوق 70 سنه، اي المهم بس تاخد انت القرار ان انا جزء من حياتي هدخل فيه الرياضه، وعشان كده بشيد بالمبادره انها ممكن تبدا للناس. خلي بالك برضو احنا ما بناخدش الامور بنفس الحماس في الاول، لا انت عايز برضو تبدا واحده واحده. النهارده المبادره دي جميله في حته ايه؟ تكلفتها قليله الاول تصنيعها بالظبط هتبقى مثلا من وزاره الانتاج الحربي. نعم. اتفاقيه يتم ابرامها مثلا مع وزاره الشباب والرياضه بحيث ان يكون في تسهيلات تقسيط هذه الاجهزه الرياضيه، ازاي توصل للمنازل، ازاي يتم يبقى فيها خصومات عليها، عارف انت كمان ازاي برضه تقدر تحصل القيم الماليه في مساله هذه الاجهزه لما تروح للمنازل. وفكره بقى انت خلاص الاجهزه في المنازل مع كل طوائف الشعب المصري بالظبط تبدا تشتغل عليها وتقدر ازاي تنفذها الفتره الجايه. يتبقى بقى فيها نقطه واحده ودي نقطه مهمه جدا، ان لازم تاني اعيد في نقطه ان يا ريت الناس وهي بتتدرب يبقى تحت اشراف او حتى في تعليمات، مش شرط يكون في مثلا حد بيتابعك يعني اللي هو ايه بكل تمرينه، بس يكون مديك قواعد تمشي عليها. ليه؟ عشان برضو ندي مثال، طبعا امبارح احنا شفنا الخبر بتاع لاعب بتاع لوكوموتيف موسكو الروسي توفى وهو بيتمرن في البيت. الفكره بس ان هو عنده 22 سنه 22 سنه، ودكتور الفريق قال ان هو ما كانش بيعاني من اي شيء، هم طبعا عرفوا بالامر من اهله لما بلغوه ان الولد وهو بيتمرن وقع، فطبعا عقبال ما راح المستشفى او تم اجراء الكشف انت ما تعرفش كمان لما اتمرن هل كان واكل كويس؟ برافو عليك. هل عمل تدريبات فيها حمل زايد؟ هل خد حاجه؟ هل خد حمل بالظبط؟ فاهم قصدي؟ هو لعيب مش قدامك. كل الحاجات بالظبط، كل الحاجات دي تؤكد ان انت لازم يبقى عندك قواعد اساسيه. خلي بالك مثلا لو حبيت تعمل رياضه الصبح اوعى تقوم من النوم تعمل رياضه على طول، اوعى تعمل الحركه دي، لازم في الاول
تقعد شويه صح. وتاكل حاجه بحيث ان انت يعني تحرك معدتك شويه، وبعديها بنص ساعه او ساعه على الاقل تبدا تتمرن عشان يبقى جسمك متحضر كويس للتمرينات. وحتى لو انت مثلا في رمضان مفيش مشكله، مساعد احنا قبل الفطار كنا بنروح جيم وكل شيء، بس كنا بنمارس تمرينات معينه مش كلها، ما مارست كل حاجه، فاهم قصدي؟ يعني اصول ايه، كل وضع له اسلوب، بس لازم نرجع لمين؟ نسال. لازم اسال الشخص المختص عشان يديني الاساسيات، الحاجات البسيطه، عشان انا ما يغبرنيش الحماس واعمل شيء انا رايح عشان افيد نفسي، ففجاه الاقي نفسي ان انا ضريت نفسي من لا شيء. فبالتالي حلوه جدا المبادره، بس نتمنى برضو يكون في لو ممكن الوزاره تستقطب بعض المدربين ويسجلوا فيديوهات او يطلعوا مثلا بعض، وممكن يكون مع بعض الاجهزه كتالوج مثلا، المهم يكون في حاجه امشي عليها. يعني مثلا خلي بالك لو انت هتتمرن مثلا تمرينات اللي هي مثلا تقويه مثلا عضلات البطن، ما تعملش التمرينات دي مثلا، او ما تقوم مثلا، يعني بقول مثلا هي عشان ما تشدش مثلا بطنك بشكل معين فيحصل لك مشاكل في وهكذا. تمرينات مثلا الفتنس اللي مثلا لو حد عنده تريد ميل في البيت، فخلي بالك لو انت مثلا وزنك عند كذا فحاول تبدا مثلا بسرعه كذا. لو انت مثلا وزنك، فاهم قصدي؟ مثلا في ناس بتحب في البيت تعلي السرعات ويلا بينا بقى، فاهم؟ كل واحد حابب ان هو يثبت ان هو كويس جدا، فيلاقي نفسه ان هو تعب او زاد عن نبضه زاد عن اللزوم. وبالتالي اتمنى ان المبادره بس يبقى فيها بعض النصايح من المختصين، دي اكيد هتفيد الناس كلها. طيب اذا كانت بدايه العوده ممكن تكون باللعبات الفرديه، يعني الحمد لله الحكومه المصريه وتوجهات الدوله في فكره الحد من انتشار فيروس كورونا، الحمد لله الحمد لله احنا نوعا ما افضل من دول كثيره، والامر عندنا يعني الحمد لله يا رب حتى يستمر ويبقى افضل من كده الايام الجايه عن الفتره الحاليه، لكن ده ممكن يساعد ان احنا ممكن نرجع عدد من الالعاب الفرديه الفتره الجايه اللي هي بعيد عن الاحتكاك المباشر.